جدا متاثر من الموقف اللي احنا موجودين فيه. انا بعتقد انه ام حلمي يعني ذهابها من البلديه خساره كبيره. انا يعني حصل لي الشرف اني انا اشتغل معها، في شك انها هي انسان مخلص، انسان امين، انسان يعني على الاقل هي كانت اول انسان بيوصل للبلديه واخر انسان بيطلع مع مرسم البلديه. فانا يعني في بدايه طريقتي ضيف رئيس البلديه في الكادنسيا هاي، الايام الصعبه اللي كانت لي اول ما بلشت، الانسان الوحيد اللي لقيته لجنبي هي ام حلمي. انا هذا الشيء مديون لها طول حياتي. بعتقد النجاح اللي انا وصلت فيه بالفتره القصيره هاي في كل المشاريع اللي عملناها، ام حلمي اكيد في لها دور. فاحنا من كل قلب اتمنى لها كل النجاح. انسانه طيبه، انسانه اللي بتحب بلدها، قدمت كثير لبلدها. وبعتقد لو كل رئيس بلديه بيساله راح يجاوبك في نفس الجواب، انها هي انسانه مخلصه لشغلها حتى اكثر من بيتها من اي شيء ثاني. فبنتمنى لها احنا النجاح، يا لها محل كثير عزيز في قلوبنا. وانا بقول لها انا كمرسي، بعد ما انت طلعت من هاي البلديه بقولها صراحه امام الجميع، ما لقيتش ام حلمي ثاني. طبعا ام حلمي هي رمز من رموز اهل باكا وعلم من اعلام اهل باكا الغربيه، وهي كنز المزبوط. واهل باكا وبلديه باكا الغربيه مزبوط خسرتها اليوم، لانه المزبوط انا بعرف ام حلمي من كذا سنين، وانا كنت في السابق رئيس لجنه اباء محليه وكنت اتعامل معها وهي مسؤوله عن لشكات رئيس البلديه بايامها السيد فال. العلاقة المزبوط مش كانت بس كمان في البلدية، من مجال من موقع البلدية كمان استمرت، كانت كمان العلاقة اللي هي عائلية. معرفتنا في ام حلمي هي معرفة الحقيقة قديمة جدا، بلشت المعرفة من أيام ما تعلمنا سوا في مدرسة إعدادية، في مدرسة يهودية اسمها تسيم. أنا ذاكر بكير رح نتعلم هناك، ام حلمي بكت تيجي محافظة على لباسها الديني مع منديل. طبعا الاحترام استمر وزاد بعد ما انا بلشت اشتغل في البلدية. جيت هون سنة 2000، ام حلمي كانت تشتغل مديرة مكتب الرئيس، كانت علاقتها فيي وفي كل الزملاء عن جد علاقة جدا مميزة، كانت تستوعب الكل. احد الاشياء اللي بميز ام حلمي بحق يعني بدون مراءه، بدون ما ندهن او نبالغ، انها انسانه مخلصه جدا جدا لشغلها، وهي كلمه حق تقال. الرسول عليه السلام علمنا انه ما نمدحش الناس، ما نمدحش الناس بالذات في وجوههم، وقال احثوا في وجه المداحين التراب. الا انه اخت ام حلمي اشتغلت انا وياها سنه وشوي، سنه كم شهر، لمست فيها شغلتين واضحات جدا. الشغله الاولى اللي برضو ديننا علمنا عليها هي الاتقان في اداء العمل. كثير ناس اليوم تيجي على شغلها بس مشان تيجي على الشغل، وفي ناس تيجي على شغلها وهي فاهمه شو معنات الشغل وشو وظيفتها في الشغل. فموضوع الاتقان في اداء العمل كان واضح جدا في اداء ام حلمي لوظيفتها. والشغله الثانيه الاهم اللي حقيقه كثير سالت حالي هذا السؤال، ام حلمي كانت يعني مديره مكتب رئيس بلديه باك الغربيه مع 4 رؤساء بلديه اذا انا ذاكر صح، 4 رؤساء بشكل عام. هاي الوظيفة هي أكثر وظيفة حساسة، وهي أكثر وظيفة قريبة من رئيس البلدية، إلا إنه شفنا إنه كان الرئيس الأول وكانت موجودة معهم، ثم الثاني والثالث والرابع، وبهذا الشكل نقدر نلمس الأمانة ومستوى الأمان اللي كان موجود عند الأخت أم حلمي، بشكل إنه الرؤساء المتخالفين مع المختلفين مع اختلاف سياساتهم واختلاف أسرارهم، وكل واحد بده يهتم في الحفاظ على أسراره، كلهم ائتمنوها على أسرارهم. فهذا إن دل بدل على مستوى الأمانة، اللي إن شاء الله إنه أنا أكون أول واحد يأخذها قدوة ويتعلم منها موضوع الأمانة، موضوع الإتقان في أداء العمل. لأنها يشمكم ميوخاد أصلي بليب. קודם כל, היא הייתה הראשונה שפגשתי כאשר הגעתי לבקה, נכנסתי למשרד של ראש העיר, את הראשונה שפגשתי זאת הייתה נועה. והיא ליוותה אותי במשך 5 שנים כאן, כשניהלה את הלשכה, מסורה בצורה בלתי רגילה לעבודה, אכפת לה כל מה שקורה לאנשים כאן וניסתה לעזור לכל מיני אנשים, ודאגה לי כאילו שהיא דואגת לילד קטן. אני כבר מזמן לא ילד קטן, אבל היא דאגה לי כמו אמא. מה אני אגיד לך, אישה עם לב רחב ולב גדול, שתמיד נהניתי גם לשמוע את העצה שלה. בסופו של דבר אני באתי לכאן מרקע אחר לגמרי.
אבל נועה תמיד ידע לתת לי את הנקודות המיוחדות של האופי של האנשים, שביום האחרון, כאשר הייתי כאן, וקמתי מהכיסא, והתחלתי לפרק את הדברים האישיים שהיו לי כאן בחדר, נצבט לי הלב כשראיתי את נועה מתרגשת כל כך, עד כדי בכי של ממש, שמבטא את זה שהקשר המיוחד שהיה בינינו בעצם עכשיו עומד להיגמר. אצלי הוא לא נגמר, אני בטוח שגם אצלה הוא לא נגמר.